الشوتجن مايكس، لطالما كانت هذه المايكات من الأشهر في عالم صناعة الأفلام أو حتى الفيديوهات الإعلانية أو حتى عن صناع المحتوى. فخلينا اليوم أكلمك على الرود NTG1 اللي هو يعتبر واحد من مايكات الشوتجن عند شركة رود. فخلينا الآن أنتقل للصوت للرود NTG1 عشان تعرف جودة الصوت. الآن أنت تسمعني من الرود NTG1، أتوقع واضح جودة الصوت كيف جدا ممتازة. لكن السؤال الآن، ليش أحتاج إنه يكون عندي مايك شوتجن؟ أو بالأصح، إيش يميز مايكات الشوتجن؟ أنا محمد مشعل وهذه قناة مش فوتوغرافي. هذه القناة هدفها الأساسي هو تطوير المصورين، إن كان في مجال المعدات أو حتى أساليب التصوير. فإذا أنت جديد على القناة تقدر تقرر إذا أنت كنت حاب تشترك أو لا. فاليوم أنا حاب أكلمك عن مايكات الشوتجن، وبالتحديد بكلمك على مايك رود اللي هو NTG1، وإيش بالضبط يميز مايكات الشوتجن عن غيرها من المايكات، وليش هي تستخدم بشكل كبير في صناعة الأفلام وحتى الفيديوهات الإعلانية أو حتى عند صناع المحتوى. فيلا نختصر الوقت وخلينا أبدأ أكلمك على الرود NTG1. بداية خلينا أكلمك على البولر باترن، أو الطريقة اللي يلتقط فيها هذا المايك الصوت. المايك هذا، أو نقدر نقول مايكات الشوتجن بشكل عام، غالبا تلتقط الصوت بزاوية ضيقة، وهذا هو اللي يميزها عن كثير من المايكات. فالبولر باترن في مايك زي الرود NTG1 هو من نوع سوبر كارديويد، اللي بيخلي المايك ان هو يحاول ان هو يعزلك عن جميع الأصوات اللي موجودة في الخلفية. فحتى لو تلاحظ الآن لو بعت أنا من أمام المايك، راح تلاحظ كيف انه التقاط الصوت اختلف بشكل جدا كبير. ولو رجعت الآن إلى المايك وواجهته بشكل مباشر، راح تلاحظ ان جودة الصوت صارت جدا عالية، وهذه واحدة من أهم النقاط اللي تميز مايكات الشوتجن عن غيرها. الشيء الثاني اللي يميز مايك زي الرود NTG1 هو موضوع النويز ليفل. فيعتبر النويز ليفل في هذا المايك منخفض، واللي يميزه عن كثير من مايكات الشوتجن الثانية انه يعتبر واحد من اكثر المايكات المنخفضة من ناحية النويز ليفل. طبعا يجي هذا المايك بمنفذ XLR، فاللي بيساعدك انك انت تطلع باعلى جودة صوت ممكنة، فتقدر انك انت تستخدمه على جهاز تسجيل خارجي زي ما انا مستخدمه على الرود كاستر برو، وتقدر انك انت تطلع بجودة صوت جدا عالية. طبعا لو اخذت هذا المايك، راح تلاحظ ان جودة الصندوق راح يجي معاه زي الشنطة. الشنطة هذه تقدر عن طريقها انك انت تحفظ المايك بعيد من الغبار والأتربة. بنفس الوقت يجي مع المايك زي الارم، بتساعدك انك انت تثبت المايك على الزاوية اللي انت حابها، وتقدر انك انت تثبتها سواء كان على القاعدة المكتبية او حتى على ارم زي ما انا مسوي. غير كذا راح يجي معاه البوب فلتر، او هذه القطعة الاسفنجية اللي زي ما قلنا في كثير من المقاطع السابقة، فكرتها انه هي تمنع الحروف الدافعة للهواء. وطبعا لو بتكلم على التصميم الخارجي، طبعا شركة رود شركة غنية عن التعريف في مجال الصوتيات، وقد ايش هي تهتم بجودة المنتجات اللي هي تصنعها. فزي ما تشوف المايك امانة شكله أنيق ومصنوع من مواد جودتها جدا عالية. وطبعا المايكات تعتبر استثمار طويل المدى، فتقدر انك انت تشتري مايك واحد ويدوم معاك الى 4-5-6 سنين. امانة عندي واحد من المايكات له 6 سنين معايا وما زال اداؤه جدا رائع. طيب فايش ممكن استفيد من مايك زي الرود NTG1؟ امانة استخداماته جدا كثيرة، فتقدر انك انت تستفيد منه اذا انت كنت صانع افلام، فانك انت تستخدمه في اللوكيشن او اون سيت، تقدر انك انت تستخدمه في حوارات الممثلين، او اذا انت حاب انك انت تسجل فيه له اصوات زي ما نقول ساوند افكت في موقع التصوير، تقدر انك انت تسجل في هذا المايك وبتطلع بجودة صوت جدا عالية. بنفس الوقت لو انت كنت صانع محتوى، تقدر انك انت تستفيد من هذا المايك زي ما انا مستفيد منه في كثير من استخداماتي لصناعة المحتوى، وتقريبا 90% من الفيديوهات اللي انا اصورها في صناعة المحتوى سواء كان على الانستغرام او حتى على اليوتيوب، كلها استخدم فيها مايكات الشوتجن. فالحلو في مايكات الشوتجن زي ما قلنا، زاوية التقاط الصوت جدا ضيقة، فهذا الشيء بيساعدك انه يكون تركيزك على مصدر الصوت اللي انت تبغاه، فتقدر انك انت تعزل هذا الشخص عن الخلفية وعن الاصوات اللي موجودة في الخلفية. خليني اسمعك الفرق بشكل جدا سريع بين المايك المدمج بالكاميرا وبين انه يكون عندك مايك جودته جدا عالية. الآن أنت تسمعني من المايك المدمج بالكاميرا، أتوقع واضح قد إيش جودة الصوت جدا سيئة، وأمانة لو كنت أنت تسمعني بهذه الطريقة غالبا ما راح تكمل هذا المقطع. أما الآن أنت تسمعني من المايك اللي هو الرود NTG1، أتوقع واضح قد إيش الفرق جدا كبير وجودة الصوت جدا عالية. عشان كذا أنا دائما أنصحك أنك أنت تستثمر بمايك جودته جدا عالية، حتى لو كان سعره نوعا ما أعلى من غيره من المايكات. أمانة المايكات تعتبر استثمار طويل المدى، عشان كذا دائما أدعمك أنك أنت تاخذ مايك جودته عالية حتى لو كان أعلى بشوية في السعر. طيب الآن جينا لموضوع السعر. فسعر الرود NTG1 تقريبا $150، أي ما يعادل تقريبا 800 ريال سعودي.
فأمانة يعتبر سعره جدا مناسب، بالذات للأشخاص اللي هم مهتمين سواء كان في صناعة الأفلام أو حتى الفيديوهات الإعلانية أو حتى لصناعة المحتوى. فيعتبر مايك زي هذا استثمار طويل المدى، حتى لخمسة ستة سبعة سنين قادمة تقدر أنك أنت تستفيد من هذا المايك بجودة جدا عالية. أما الآن فحب أسمع منك، إذا أنت عندك أسئلة واستفسارات عن أي مايكات من مايكات رود يريد تكتب لي إياها في خانة التعليقات. أما إذا أنت استفدت من هذا المقطع فلا تنساني من اللايك، لا تنسى أنك أنت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد ممكن يطورك أنت كمصور. وإذا حاس أنه هذا المقطع ممكن أنه هو يفيد غيرك يريد تشارك هذا الفيديو معه. أنا محمد مشعل، أشوفكم بالفيديو الجاي.